سمح بتظليل المركبات، لكن المواطن البسيط أقصي من تعليماته، فرسومه تبدأ من 2.5 مليون لكل عام إلى 5 ملايين، وبحسب نسبة التظليل التي من المفترض ألا تتجاوز 50%، خطوة اعتبرت اقتصادية فقط ولتحقيق الأرباح للوزارة. هذه نافذة تظليل السيارات بالتأكيد هي أحد النوافذ التي من الممكن أن توفر ما لا يقل عن 250 مليار دينار سنوياً إذا ما تم إدارة هذا الموضوع بطريقة الحماية للشخصيات التي ممكن أن تتعرض إلى المخاطر، وكذلك النساء، على اعتبار أن هناك بعض المضايقات التي تلاقي هذه الفئة من المجتمع. منع بالعراق بسبب الدواعي الأمنية، وعاد بعد ذلك بأجور ثقيلة جداً، لكن المعادلة غير متوازنة، فإن كان الأمن مستقر فالأولى أن يتاح التظليل للجميع دون أجور، وإن كان غير ذلك فيمنع منعاً تاماً دون استثناءات أو موافقات خاصة كما وصف. التظليل هو يعتبر حالة حضارية بالنسبة للعالم الدول المشمسة، ودول الخليج كنموذج يعني نأخذه. فبالتالي أعتقد يعني إذا تحدثنا من الجانب الأمني فيفترض أن يمنع تماماً إن كان هنالك محاذير أمنية، وإن عدم وجود وإن كان هنالك عدم وجود محاذير أمنية فيفترض أن يسمح به على الأقل برسوم بسيطة معلومة، وأصلاً هي الرسوم ماكو داعي لها لأنه جانب إنساني، فبالتالي يجب أن تكون الإنسانية حاضرة، وعلى دولة رئيس الوزراء إن كانت المبالغ المالية بحاجة لها الدولة العراقية فعليه أن يرجع إلى ملف الفاسدين والسراق. باب جديد لتحقيق أرباح أخرى، هذا كل ما في الأمر إذن. أما على الجانب الإنساني لا توجد أي نسبة، ويحاسب المخالف ويخضع للإجراءات القانونية. حتى الرحمة لم تشمل البسطاء، فهم أمام خياران، إما دفع رسوم تعجيزية أو البقاء تحت الشمس اللاهبة على عكس البلدان الأخرى، فالوضع الأمني لا يسمح، لكنه يسمح بـ2.5 مليون أو أكثر. عمار غسان، قناة الرشيد، بغداد.